مستمعينا الكرام مرحبا بكم في برنامجكم مع بنافع هذه الحلقه سنخصصها لموضوع السوبر ليغا الافريقي والفوز الاول لفريق الوداد البيضاوي خارج الديار بنيجيريا. للحديث عن هذا الموضوع نستقبل معنا الزميل والاخ الاعلامي الصحفي يوسف قطبي من اجل النقاش حول هذه المنافسه التي بدات لأول مره هذه السنه سي يوسف قطبي مرحبا بك مرحبا اخي بنافع مرحبا بمشاهدي منبر لناف تي مرحبا بكل من يشاهد هذا البرنامج الرائع مع بنافع مرحبا بك شكرا أه سي يوسف قطبي ومرحبا بك معنا في هذه الحلقه هذه كما قلت هذه منافسه اللي هي جديده دارتها الكاف في نظرك القيمه ديال الجوائز ديال هذه المنافسه واش عندها ثقل كبير على 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 المشاركه وكذلك على الجديه ديال الفرق في هاد المنافسه هذه هاد كما كتعرف السي بانه هذه المسابقه مسابقه جديده مسابقه تصرف عليها اموال طائله من طرف الشركه الايطاليه يعني ممثله من طرف انديه كبرى الا خدينا الاهلي خدينا الترجي خدينا مازيمبي خدينا فريق الوداد الرياضي دونك هادو فرق اللي غادي يحاول انهم يحرزوا على اول كاس الجميل في هذا الدوري هو دوري يعني مولود جديد هو يعني الكل جميع الفرق يعني تسعى لاحراز هذا اللقب لانه غيبقى لقب غالي ماشي غير الاموال الطائله ولكن كيبقى اي فريق يبغي اول لقب لسوبر الافريقي هو الاهم. أه كما كتعرف بان قيمه الجوائز كما قلنا هي مرتفعه، 4 الملايين دولار للفريق الفائز، الوصيف غياخذ 2 المليار و800 تقريبا ديال ديال ديال, ديال 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 قيمه الجوائز كذلك، والخاسر في نصف النهائي مليون و700. كيف ما قلنا التسويق ديالها من طرف الكاف في نظرك واش تم التسويق لها بشكل ايجابي قبل ما ندخلوا في الحيتيات ديال ديال القرعه وكذلك يعني لي ديطاي هو التسويق بطبيعه الحال كان منذ يعني لا سنه باكمله او اكثر والكاف بصح الكاف, الكاف كانوا زيارات للملاعب كان يعني كان دفتر تحملات يعني كل فريق الى ما كانش يعني غنقولوا يعني, يعني غيساهم او يشارك بافضليه في داك دفتر التحملات ما غاديش يشارك دونك كنشوفوا ان الفرق او ان هاد هاد السوبر ليغ اختارت الفرق اللي واجدة كما نقوله من حيث الملاعب من حيث البنية وكما كان ان دفتر تحمل الهيكلة الادارية تبقى كتبقى انها مهمة الى خدينا فريق الوداد الرياضي كذلك فريق الاهلي فريق ترجي فهي فرق اللي عندها هيكلة السؤال ديالك سي منافع انه تصرفت او التسويق ديال هذا السوبر كيبقى تسويق كتجربه كاول يعني كقاره افريقيه غادي تحاول انه ادنا اللقاء الاول جرى في تنزانيا وشهدنا يعني حضور جماهيري مهم كبير الاختيار ديال تنزانيا وخاصه ان سيمبا فريق اللي هو عريق جدا على المستوى يعني نعم. الجماهير وكذلك شفنا واحد الطاق واحد ال... واحد الطابق كروي اللي كان فيه الافتتاح وكذلك واحد الافتتاح اللي كان جميل جدا يليق بمستوى الكره الافريقيه خاصه انها في الادغال الافريقيه وما شفناهاش في دول شمال افريقيا، فالقيمه المضافه اللي تعطات قبل ل... 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 ان هذا الافتتاح تم في... في القاره الافريقيه. نعم هو الا خدينا مركب ب... يعني بداك ال... الحجم يعني سيمبا تانزاني يعني هذاك المركب اللي رائع وكنشوفوا الحضور الجماهيري اهم كانت مقابله افتتاح وكان يعني اه اه حفل افتتاح رائع تصوير اه كذلك والقناه اللي مكلفه ب يعني بالاخراج ديال ذاك المقابلات او الدوري عامه فانه كنشوفوا انه اه كاين واحد التطور بالنسبه للكره الافريقيه وهذا الشيء اللي بغاو يوصلوا ليه الدوري الافريقي انه اه يعني تطوير الكره الافريقيه في ظل انه تلفيفا راه دايت هي مساهمه في هذا وتنشوفوا حضور اه حضور رئيس الفيفا انفانتينو كنشوفوا حضور ارسن اه فينغا اه يعني المدربين المدير التقني ديال الفيفا ديال الفيفا كذلك يعني, يعني رئيس الكاف يعني حضور وازن هذا الشيء كيخلي انه السوبر ليغ كتبقى لحد لحدود الساعه انها دوري ناجح في ظل انه نتائج اللي كانت متباينه الا خدينا لها في الحلقه أه كما قلنا اللقاء الاول شهد يعني لقاء ما بين الاهلي المصري وكذلك ما بين سيمبا التنزاني اللقاء انتهى هو لقاء الافتتاح انتهى باثنين لاثنين للفريقين قراءتك لهذا اللقاء كيفاش كتشوف حدود الفريقين خاصة أن النتيجة إيجابية للأهلي لأنه لا للديار ديالو غنشوفوا أهلي آخر إن شاء الله نعم هو في حقيقة فريق الأهلي كيبقى هو الحائز على لقب يعني بطل إفريقيا بطل عصبة الأبطال فريق يعني كي يبصم على نتائج جد جيدة فريق كيلعب يلعب خارج الديار أو داخل الديار كي يلعب باحترافية الجميل انه اللاعب سليم كي يحرز انه هدف تاريخي كاول مغربي يسجل في الدوري هذا جميل جدا بالنسبه للمقابله المقابله كانت عندها منحة لانه تسجيل الفريق الاهلي الهدف التقدم ثم التعادل لفريق سيمبا ثم تقدم فريق سيمبا والجماهير يعني كانت مقابله شيقه تعادل الفريق الاهلي نتيجه ايجابيه لفريق الاهلي خارج الديار مع أن العلم انه فريق سيمبا يحسن اللعب خارج الديار وهذا الشيء شاهدناه في الموسم الفارط امام الوداد الرياضي لانه كان قبل قوسين او ادنى انه يتاهل للدومي فينال للنصف النهائي تاهل فريق الوداد الرياضي بضربة الجزاء يعني فريق سيمبا ما غاديش نقولوا انه تقصى ولكن كتبقى المقابله ديال اياب غتبقى تلعب على بعض الجزئيات دونك مقابله ك... قراءة بالنسبة لمقابلة الافتتاح مقابلة كانت جيدة كانت فرجة كان يعني طابق كروي جد جيد اللقاء الثاني اللي كان إفريقي محض اللي كان ما بين ساندونز والفريق الأنغولي واللي انتهى بـ 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 بهدفين لساندونز واللي كتبت بأنه قادم بقوة في هذه المنافسة هذه شاهدنا ضياع ضربة جزاء الفريق الأنغولي ورجوع ساندونز بهدفين كيفاش كتشوف ربما ان ساندونز وضع الرجل ديالو في الدل... في النصف النهائي نعم بالنسبه ل... بالنسبه لي انا فريق ماميلو دي سان هو فريق يعني كنقولوا فريق برازيلي في صيغه افريقيه لانه يعني فريق يحسن يعني كيطاكه كما كنقولوا تقيمه اللاعبين تقيمه اللاعبين وكذلك المدرب ما كيوينا مدرب يعني جوارديولا جوارديولا افريقي جوارديولا افريقي و آ... يعني آ... مدرب محنك كنقولوا كي ياخذ التجربه دائما في في تطور وكنشوفوا انه فريق ما... ما يعني الا خدينا المقابله كان انه بيترو اتلتيكو دائما فريق مجتهد فريق يعني يحسن اللعب في ظل انه فريق يعني عنده تجربه في عصبه الابطال كان يعني اللي لعب دور كبير في هذه المقابله هو الحارس لانه الحارس ملي كيتصد بعض الكرات اللي كانت كانت تغير النتيجه وتغير مجرى اللعب وكذلك ضربه الجزاء يعني ما بينه دي سوندوز ماشي غريبه انه يسجل خارج الميدان ويتقن اللاعب خارج الميدان وهذا الشيء شاهدناه ديما طيب كنعطي مثال لفريق الوداد الرياضي شاهدناه امام فريق الوداد الرياضي كان لولا يعني الحين ديال اللاعبين ديال الفرق الوداديه هذه كان انه يكون الفارطه في النهائي آه، أه ربما النتيجه اللي هي آه ربما اللي اللي كانت ما متوقعاش ولكن النتيجه آه ديال الترجي لانه نهزم امام تي ما بي مازيمبي خاصه ان تي ما بي مازيمبي ما كيلعبش على ارضه ولعب في ملعب سيمبا التنزاني كيف شفت هذه النتيجة وهل تعتقد بأن الترجي أنه ممكن يعود في اللقاء خاصة أن تيبي مازيمبي يلعب خارج الميدان في الماتشات بجوج نعم تيبي آه، طيب ما مازيمبي يعني, يعني يلعب في دار السلام كذلك سبب الملعب لأنه لأنه Sonic... ماشي في دفتر تحملات ديال الشركة أو الكاف دونك بالنسبة لي أنا الترجي دائما فريق كبير فريق كما كنقولوا فريق يحسن اللعب في الكواليس ايضا فريق لعب مع تيبي مازينبي والهدف جاء يعني عن طريق عرضيه يعني عرضيه جات ملي غنقولوا انه تسجيل الهدف بهذيك الطريقه يعني اللاعب كيلعب على العرضيات وكيلعب على الكرات الهوائيه تنظن بانه مازينبي غادي يقدي يعني يحرز نتيجه ايجابيه في راديس لانه فريق كذلك مجرب ويتقن اللعب خارج الميدان يعني قد تكون نتيجة تي طيب مازيبي انا كنقول قد انه يحافظ على النتيجه الذهب ويتاهل لانه في ظل انه فريق ترجي يعاني من تغيير العريضه التقنيه لانه لاعب تغيير المدرب الشعباني يعني كمدرب في اخر أغلقال. الايام يعني خلاه انه يعيش يدري واحد يعيش واحد الفتره ديال الفراغ أه نتمنى انا كنتمنى انه غنكون أه 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 شويه مغربي وغنبغي انه ترزي ما ما يعني الفريق ان ان تفادي المواجهه تفادي مواجهه الوداد الوداد للترجي لان كنعرفوا 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 انه ترجي المواجهات المواجهات حنا هي صراحه انا تمنيت انه فريق الوداد الرياضي نازل الترجي ويحيدوا العقده لانه كتبقى انها عقده الانديه او نادي ترجي ولكن للتفادي وخصوصا هذا الدوري نتمنى انه فريق الترجي يحاول انه يتفادى فريق الوداد من, من يعني كما كما قال الاستاذ بانه خصنا نتفاداو الترجي لان كنعرفوا المواجهات العربيه سيرسو ديال ديال شمال افريقيا وكنعرفوا بان الترجي ملي تيلعب مع فرقه من يعني خاصه الفرق المغربيه كاين الخبط خاصه الحادثه اللي وقعت ديال راديس واللي عليها وغيرات ربما مجرى الكره في افريقيا العرجو اللقاء ديال 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 الوداد ونتيجه ايجابيه اللي عاد بها فريق الوداد من إنينبا من نيجيريا كيفاش شفتي اللقاء وكيف شفتي طريقه لعب الوداد البيضاوي في هذا الماتش هذا دونك بالنسبه لفريق الوداد الرياضي يعني كان بدايه هذا الموسم بدايه متعثره لا سيما انه تغيير الطاقم التقني بدايه عادل رمزي منذ البدايه يعني بواحد الطريقه جديده على فريق الوداد الرياضي طريقه جديده على الجمهور الودادي والمغربي عموما كنشوفوا انه فريق الوداد الرياضي كيحاول انه يطور من اللاعب ولاعبين انه يتفاعلوا مع الطريقه الجديده ديال ديال رمزي بالنسبه للخصم بالنسبه لانيمبا باش ما نكونوش يعني نكونوا موضوعيين هو خصم اللي شفنا اللاعبين او المعدل ديال الاعمار ديال اللاعبين هو معدل يعني هو مشروع يعني فريق مشروع يقدر يقول المدرب فينيدي اللي هو فينيدي هو لاعب سابق ولاعب مخضرم اللي صراحه كان في, ف ف عنده واحد الباركور اللي كبير وكبير ومجرب دونك تنظن بانه رمزي ولكن لاحظنا بعد الـ بعد الـ يعني بعد يعني بعض الاصوات اللي كتقول كتنتقد طريقه اللعب ديال رمزي لان كما شفنا بان رمزي كيلعب ب 4 3 2 1 وهذا بلوك زعما اللي هو بنظر البعض انه متقدم وكيخلي كيخلي متاخر وكيخلي الفريق انه يستقبل بعد 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 الضغط ديال الفريق هو صراحه بالنسبه للخطه اللي كيلعب بها هذا برمزي يعني كما نقولوا اللاعب الشمولي او لا تمركز كنشوف انه رمزي يعني الا خدينا 4 3 3 اللي كيلعب بها نورمال مع لا ربما لعب ب 4 2 3 1 المهم الخطه اللي كتغير في الدفاع وكتغير في الهجوم يعني خطه روت يعني كنقولوا ستوندار أه... كيلعبوا بها أه... هي اللي جينا نشوفوا راه لعب بها الركراكي في الموسم الفريطه دائما كان بها في المونديال دائما كتحاول انه الخصم تجيبه لعندك وكتلعب على المرتدات او كان اللاعب المتنوع وهذا الشيء شفناه أنه... شفنا انه البارح فريق الوداد الرياضي نوع من اللاعب مع انه التشكيله كانت يعني اللي كان لعبها منذ البدايه تشكيله اللي لعبت كونتر الزمامره وكونتر اتحاد طنجه مع تغيير احناش لأن احناش وغياب ديال زولا زولا لانه زولا الاصابه وكذلك ولكن شنو الراي ديالك في الثنائيه ديال ديال ابو الفتح مع 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 حركاس لاحظنا بان كاين واحد ال... واحد الجزء ديال الانسجام بين اللاعبين جوستومون لان السي محمد بالنسبه للتركيبه هو رمزي جرب بزاف الثنائيات و... ومع تقييد اللاعب يعني في تسجيل اللاعب حركاس في اللوائح يعني خلى ان حركاس وابو الفتح كاين واحد التجانس بين اللاعبين لانه مسموع على واحد تفاهم وخصوصا الى خدينا الثنائيه الناجحه ديال ابو فتح وداري الموسم الفارط كنحاولوا نشوفوها في حركات لانه حركات كيلعب واحد الدور مهم لانه كيليبري اللاعب جبران لانه جبران ملي كيكون حركات كيكون جبران مرتاح, شوية مرتاح مرتاح, على العكس ملي كيكون فرحان فرحان كيكون انه لاعب يعني تقيل ثقيل وكيخلي انه جبران يرجع له دونك هذه ثنائيه عطات المفعول ديالها ومازال غادي يكون تجانس في المقابلات المقبله الا خدينا التغيير ديال اللاعب احناش آه لانه لاعب كنشوف انه عنده تيدير مجهود كيحاول انه يعطينا كرات ويربحوا المساحات بالنسبه للفريق الوداد الرياضي غير هو غياب اللياقه البدنيه غتجي مع الوقت دونك هذا هو التغيير حناش يعني مشروع لاعب لاعب يعني في المستوى هو هو ماشي مشروع هو راه لاعب مع استرجاع لا اللياقه ديالو يعني اللي اعاده المستوى ديالو المعتاد نعم. دونك بالنسبه للتغيير كذلك الاحتيمي مع ابو سفيان كيبقى انه ابو سفيان انا كنظن بانه لاعب او الاحتيمي لاعب اللي كيعطي انتعاش للهجوم تغييره في الدقائق يعني منذ الدقيقه 75 او 70 كيعطي انتعاش الـ ما تظنش بان الطريقه اللي تيلعب بها رمزي مثلا عند الوداد ما يسمى بالمهاجم <applause> بورتيونيست ربما كنا نشوفوا ان الوداد تقدر تقتنص اهداف خاصه في بعض بعد المحاولات اللي كانوا الوداد وصل بها الشباك ديال 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 الفريق واش كتعتقد بان الكاليبر ديال اللعابه في, في الهجوم خاصه صامبو والبحري انه يقدروا يعطيوا الاضافه للهجوم للوداد نعم انا نهضروا على الهجوم محمد بالنسبه للهجوم هو قال لها رمزي هذاك الشيء اللي عطى الله يعني وصلنا لواحد المرحله انه هذاك الشيء اللي كاين يعني الجماهير طالبت انه مهاجم مخضرم اه سامبو كان حتى مشى ورجع يعني بزاف الامور حنا الجماهير اه الجماهير ديال فريق الوداد الرياضي دائما كانت تطالب انه اه مهاجم خصوصا انه توالي المقابلات دوري الابطال دوري عصبه الابطال دور الافريقي البطوله الوطنيه كاس العرش يعني خصك واحد التركيبه بشريه جد مهمه مع الحفاظ على على الركائز الاساسيه دونك هذا الشيء كيخلي انه المهاجمين اللي قلتي مثلا حركاس والمهاجم سامبو سامبو, سامبو سامبو البحري. البحري كنشوف انه دابا راه مصاب وكذلك هناك بين قوسين انه حركاز اصيب في المقابله ولكن لا لاحظتي في اللقاء ربما شاهدنا ابو سفيان كي الادوار هو هو البحري بعض المرات تنشوفو ابو سفيان كيلعب يعني كيلعب كيلعب دون فاسون يعني ليبغ يعني كيعطيه المساحات وكذلك الهوني دونك بالنسبه للخطه ديال 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 ديال, السي رمزي هي خطه كما قلت لك لا تمركز يعني شمول كل شيء كيلعب ولا شفنا يعني شكون اللي كيماركي راه كنشوفوا العملود وكنشوفوا يعني العملود شفنا انا هو اللي اللي جاب ضربه الجزاء يعني لا عندك كل شيء كيلعب من اجل هدف واحد هو هو الوصول الى المرمى بطريقه سريع انا اللي اللي كان يعني كنركز عليه هو الانتقال من الوسط الميدان للهجوم وكنشوفوا انه جبران هذيك الثقه اللي كتعطي اللاعبين حتى هما هم كتعطيهم الثقه العدوى ديال الثقه هذه العدوى ديال الثقه كتخلي ان الفريق مستقر غير مع الزيادة ديال الثقة هي اللي كتعطي العكس يعني انقلاب العكس ينقلب كيتل... يعني السعر على الساحة دونك أنا بالنسبة لجبران جبران هو لاعب كاليبر يعني لاعب يعني بدينا كنشوفوا جبران جبران لي 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 من اللي, بعد مرجع من بعد ما رجع من بعد ما رجع من لاكوب دي موند كان يعني الشرود وكان تائه اليوم بدينا ترى نشوفوا جبران راه هادشي راه قال ليه باش ترجع للمنتخب الوطني خصوصا أنك كتشوف الأصدقاء ديالك العملود وعطية الله كي كي ينادى عليهم في المنتخب دونك حتى انت راه كاين التنافسيه ومازال كاين يعني غير بالنسبه لجبران جبران انه لاعب مجتهد آه انا كنلوم بعض يعني بعض التعليقات اللي كنشوف انه جبران لاعب غير متوازن لاعب يعني آه تقيل بهذه العباره راه جبران كيلعب واحد الدور مهم هو هو الحفاظ على الكره آه مع العلم انه واحد اللاعب اللي 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 بالجنب ديالو اللي اللي هو كيبقى عميد الفريق لان كما كنشوفوا نعم. لان عميد الفريق كما كي قلتي كيعطي الثقه كيعطي يعني واحد للا 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 الطمانينه للا لا اللاعبين اللي كيكونوا كي معاه وكيربط ما بين الخطوط مع 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 مع, مع يعني في, في الدفاع وكذلك ما بين الهجوم البارح لاحظنا واحد الملاحظه فيما يخص مطيع مطيع منذ المنادات عليه تنشاهدوا ربما مطيع تائه واش فعلا الوداد تفتقد الى التجنوتي او انها تحتاج ربما لتجريب الحارس ديال وجده اللي جابت من وجده. نعم هذا سؤال مهم سي محمد وزعما علاش قلت مهم لانه نصف دفاع الفريق هو الحارس وكما كنعرفوا انه الدور اللي كان كيلعبوا التجنوتي كانت تيلعب دور ديال ديال يعني خصوصا انه في البطوله ديال 2019 او 2021 عشرين. 19 راه راه مشات لانه هي اللي كانت دير راديس كان دي راديس انا كنعتبرها بطوله دونك بالنسبه للبطوله ديال 2021 راه من احد الجنود اللي خلى هذيك البطوله تدخل لا فيترين ديال الوداد راه هو التكناوتي لانه التصديات ديالو كانت جد مهمه من بخصوص المجهود ديال التكناوتي لولا الاصابه راه كان دائما غيبقى في العرين ديال فريق الوداد الا واش كتعتقد انا انا نسال السؤال <تفضل> باش نقاو انا ما نبقى إن <تفضل> إن معاك معاك سير تفضل بالنسبه للمطيع ل... 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 مطيع لا لا في اطار التكناوتي ورجعوا للمطيع لا حيت التكناوتي واش كتعتقد بان التكناوتي اخطا في انه في المسا يعني في هذيك المزايدات وكذلك انه يساوم الوداد او انه ملي وقع على سنه كان اخطا في هذا القرار هذا وخاصه دابا كنشوفوا دابا يعني في المغرب الفاسي ربما الحارس الثاني ربما في المغرب فاسي. الحارس الثاني هو تيبقى هو الحارس الثاني لفريق الوداد الرياضي وفريق المغرب فاسي عدم استقرار على الحارس مثلا فريق الوداد الرياضي ولا خلى انه تقناوتي يبحث على البديل لانه باش يلعب في ياخذ الرسميه ديالو يعني. كنظن بانه تغيير القميص بقميص اخر كيبقى ماشي هو هذا الاهم، الاهم هو ترجع المستوى ديالك لانك انت لاعب مصاب وكترجع يعني ل... اللياقه ل... 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 ديالك والكفاءه ديالك كحارس لانك حارس كنعتبروك حارس من الطينه جي... الجيده لكن أه... أه... انا غنمشي معك انه تسرع انه غادر فريق الوداد كان يصبر وخصوصا انك كحارس ثاني او ثالث كتبقى انك تبدل مجهود لا لان ربما حتى حتى الوداد وقع في ف, ف... انه سجل الحراس ربما من اللي رجع تاكناوتي وما لقاش لأنه ل... 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 يعني الفريق اللي غادي يمشي ليه فرجع بغى يحاول يرجع للوداد ولكن مالوروزمون لان الوداد سجلات الحراس بثلاثه فصعب عليها انها تسجل تاكناوتي من جديد فاختار المغرب الفاسي وترخص ب يعني بتصريح انه يعني ما لن يستمر لن يستمر وما عندوش مشكل مع فريق الوداد الرياضي وفريق الوداد الرياضي يعوضوا في جميع يعني لي بريم ديالو زعما ما كاينش مشكل مع مع الرئيس غير غير باش نبقاو في المستوى ديال الحارس ديال فريق الوداد الرياضي اللي هو يوسف موطي هو الحارس دابا الرسمي لفريق الوداد الرياضي مطيع يعني كتر عده تساؤلات في الكرات العاليه والتردد يعني في الخروج الكرة هذا الشيء وهذا شفناه البارح شفناه بالامس بانه حارس متردد الا انه بعض الامور الاخطاء او التمريرات خصو يخدم على مطيع وهذا تخدم كيتخدم بالتنافسيه الا شفتي بانه محمد محمد بانه ملي لعب يعني بعد مقابلة الفتح والخسارة بهدفين لصفر تم تغيير الحارس موطع باللاعب مفتاح الحارس مفتاح شفنا أنه موطع من دخل بدل المجهود دائما عندنا الثقافة ديال نقول الهاوية لا تقافة دي. تقافة دي المغربية الذره احنا اللاعبين كيبغي ملي كيكون حدا الذره ديالو يعني كيعطي كي مجهود مفتاح أنا كنبغي أنه يعني علاش تدوير ربما التدوير ديال اللاعب في الدوري مثلا في دوري المغربي والدري الاحترافي يدخل مطيع ياخذ يقيس البالون باش انه يحاول انه راه لانه يوسف مطيع كما كما تصاب التكناوتي ما بغيناش ليه ولكن راه اللاعب دائما معرض للاصابه نتمنى انه يفتح حتى الفرصه ديالو لانه البارح أه المستوى ديال 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 دي الخرجات ديالو خرجات ديالو كانت أه واحد القضيه ربما الى لاحظتي واش كتتفق معايا في هذه النقطه هذه ولا هو في بناء الهجمه ملي كتكون عند عند الحارس آه آه فكيمسك الكره وكيتاخر بشكل كبير جدا في انه يبني هجمه واللي كتكون ربما هجمه واعده وكيتاخر واش كتتفق معايا في هذا المعطى او ان ربما القراءه ديالي ما في محلاش لا لا القراءه هذه هذه القراءه غيقراها يعني اي اي جمهور او اي ملاحظ او اي يعني متفرج شاف المقابله ديال امس انه غيكون غيقول بانه كاين خلل أه واش الخلل كي كي السبب ديالو هو مدرب الحراس او شكون السبب لانه مطيع من بين الحراس اللي بلوا البلاء الحسن في المقابلات السابقه او الموسم الفارغ وخصوصا في ضربات الجزاء يعني مطيع يجيد ضربات الجزاء مطيع لاعب يعني تصديات لي يبقى تتبقى مشكل المطيع هو الهوائية يعني الكرة الهوائية اللي كيكون في طويل لاعب طويل غير كما قلتي لا التايمين كما كنقول يعني كيفاش غنخرج الكرة لأنه دار الزاويات ولا الكرة اللي, اللي تلعبوا يعني سونتخي راه كان مشكل في مطيع ما كاينش هذاك التايمين وهنا راه كتجي الخدمه هنا بالخدمه يعني تنتمنوا انه موطع كيبقى حارس يعني متمكن حارس يستاهل فريق الوداد الرياضي ولكن خصو يبدل المجهود وعلاش لا يتم التدوير ديالو واش ممكن نشوفوا تغيير في اللقاء المقبل اللي آه هو ربما يوم من الاربعاء واش ما نظنش ما نظنش محمد <applause> انه يكون تغيير والمدرب رمزي غامر بمفتاح آه كنظن بانه موطع غير يلعب روتور انا كنطلب انه المداوره تكون في الدوري الاحترافي علاش لا انه يجرب مفتاح حتى الحارس الثاني ابو سميتو بوك ابو بكر تا هو الحارس الثاني يحاول انه يدخل يتم في لقاءات معينه نعم. آه كما قلتي دابا الوداد ربما لا بوسيسيون دو بال ملي كنشوفوا الاحتكار ديال الكره كنلقاو بان كاين تكافؤ على مستوى الفريقين ولكن ماذا تغير في الوداد بحضور رمزي؟ صراحة بالنسبه لرمزي انا قلت ونعاود نقولها طريقه جديده هي هو رمزي لعب في البطوله الوطنيه لعب في يعني البطوله الوطنيه بالاسم القديم الاحتراف ديالو في الدوري الهولندي اكتسب بعد العقليه الهولنديه ومع تدريب بي اس في اندوفن يعني الشباب ديال اخذه خدا, خدا, خدا طريقة جديدة على الدوري المغربي طريقة جديدة على الجمهور الودادي على الجمهور المغربي كما قلت قبيلة دونك كاين تفعيل هاد الطريقة كنشوفوا أنه تجاوب والجميل في أنه اللاعبين دائما تنشوفوا هذيك روح المجموعة وروح العائلة اللي دائما كنشوفوها في فريق الوداد يعني يمكن نقولوا بأن رمزي خلق التوليفة وكذلك كما كنشوفوا نشاهدوا بعض الإحصائيات فراه تقريبا في كل لقاء معدل هدفين ونصف تقريبا يعني النجاح بنسبه تقريبا 40% في 8 اللقاءات وكذلك في 12 لقاء كنشوفوا نسبه النجاح 60% تسجيل الاهداف سيطادير انه والاداء راه غير مقنع كما كيشوفوا يعني الـ 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 يعني الاداء كما كيقول كي الكراكي ولكن حنا كنتكلموا على الواقعيه واش هذه هي الواقعيه اللي كانت كتفتقد الوداد تتربح وما تتلعبش ايوا لان محمد الجماهير الوداديه ما تهضركش أه باش نكونوا واقعيين دابا لا الجماهير الوداديه لا الجماهير الرجاويه تبقى فرق فرق كبرى ما نظنش بانه الفرق الفرق البيضاويه انها تصبر على الفريق ديالها لانه مقابله او جوج كتظن بانه فريق الوداد الرياضي يكون خسر مثلا مع الشباب المحمديه وخسر مع الزمامره أه وخسر مع اتحاد طنجه واش رمزي غيبقى لاعب لا فريق الجماهير ما كتصبرش ربما اربع خسارات اربع خسارات منذ ان يعني تولى الرمزي العريضه ديال الوداد لا ما على الدوري على العموم فهي الخسارات اللي منذ تولي بالنسبه لي فريق الوداد الرياضي خساره واحده هي اللي اللي حصل عليها تعادل كونتر حافية كوناكري انا كنتكلم على البطولة العربية وكنتكلم على اللقاء حنا خال... هذوك البطولة العربية راه هو قالها قال لك بأن هذيك بطولة استعداد للا للدوري حنا ما نهضروش على البطولة لأن هو رغم أنها بطولة رسمية ولكن بجوائز مالية مهمة ولكن هو اعتبر استعداد حنا ما غنلوموش أو الجماهير ما غتلوموش على على البطولة ولكن كيبقى رمزي أنه لاعب لاعب دولي سابق ومدرب كف محنك مدرب يجيد التعامل مع اللاعبين وتشفنا في يعني في ذاك الجو اللي كيخلقوا تساؤل على بعض اللاعبين انا صراحه كان لي كان لي يعني مقابله مع مع رمزي وكنت سولتو على مترجي كنطرح بها التساؤل على مترجي علاش هذا الخلاف ما يحاولش انه تدويب, تدويب هذا الخلاف لانه خاصه مترج... لانه كان وقع ربما مع ابو الفتح وتم تدويب آه الخلاف علاش مترجي لانه زهير مترجي لاعب كف لاعب يعني كيعطيك الحل وخصوصا انه لاعب متمرس في الدوري الافريقي وغنحتاجو كونتر الاهلي دابا ربما توقعات ديال ديال السي يوسف بان الوداد الى الفينار رفقه الاهلي هذا ما نتمناه بطبيعه الحال ولكن كتبقى متمنيات ديال ديال الجماهير كما قلت لك بان الوداد في اخر 20 لقاء ربما استقبل 90 تسعة الاهداف في اخر 10 واش كنشوفوا رغم ان كاين مشكل في التوليفه ديال الوداد ولكن ربما نقولوا انه دفاع راه ربما صلب نعم هادشي شفناه من من بعد مقابله شباب محمديه لانه يعني شباب محمدية تسجلوا لك هدفين او مقابله الزمامرة كان كان مشكل ديال الدفاع الا شفنا الاخطاء اللي كتسجل على فرق الوداد الرياضي ما اخطاء اللي اللي كتجي بكرات مرتده الا خدينا الهدف ديال 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 زمامرة. اخر هدف تلقاتو تلقاه فريق الوداد الرياضي هو ضد الزمامره كان من من خطا وسط الميدان مع يعني مشكل ديال التغطيه الدفاعيه وهذا الشيء كيشوف انه كنشوفوا بانه يعني استغلال الاظهره في الهجوم كيخلي انه فراغ على مستوى الدفاع هذا الشيء كيخلي انه هذاك الاخطاء الدفاعيه دونك بالنسبه لي انا بالنسبه لفريق الوداد الرياضي استقرار على الثنائي ابو الفتح وحركس غيخلي يعني الدفاع الفريق الوداد الرياضي بصحة جيدة. كما قلتي بان الدفاع ديال الوداد نتمنى انه ما يستقبلش اهداف في المقابلة القادمة امام إينينبا لانه هو الممثل الوحيد ديال الكرة المغربية. كيفاش كتشوف اللقاء ديال 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 الاياب هنا بمدينة الدار البيضاء وكيفاش كتوقع طريقة اللعب ديال 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 عادل رمزي؟ نعم بالنسبة لمقابلة الإياب غير باش نكونوا واقعيين فريق الوداد الرياضي سافر آه جوج مرات لأنه آه آلي روتور فريق إنينبا يسافر مرة واحدة وغيلعب مقابلة يعني كاين غيلعب مقابلة وغيرجع كاين امتياز ديال امتياز ديال 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 لأنه إرهاق فريق الوداد الرياضي وصل في, 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 الصباح يعني اليوم آه كنشوفوا على الملامح ديال اللاعبين الإرهاق رغم أنه كانت آه رحلة خاصة ولكن كنشوفوا أنه يعني الاعداد البدني غيلعب دور كبير في المقابله ديال اليوم الاربعاء لا سيما انه الفرق ما بين المقابلات الاحد والاربعاء ماشي بعيد يعني عندهم اليوم راحه غدا يعني حصه ديال حصه, حصة, حصة. كنظن بانه غتكون حصه ديال, ديال ازاله العياء ازاله العياء او, أو غيديروا يعني ما كنقولوا الثلج كما نقولوا هذا ديال التبريد التبريد دونك أه غيكون أه غيكون يعني هذا التدريب او ازاله الاياء غيخليو انه غدا رجوع للتدريب مقابله الاربعاء غتكون امام جماهير وكنعرفوا بانه الوداد أه أه انا كنقول الوداد الرياضي وكذلك الجماهير ديال الرجاء الرياضي كتبقى جماهير كتلعب دور كبير في, 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 في مركب محمد الخامس لانه مركب اللي آه عاش هذا الجو هو اللي ولا المصريين ولا اي واحد كيلعب في هذاك الملعب كي 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 كما كي قلتي الفضل ديال التفوق المغربي على مستوى اراضي سواء الجماهير الرجويه اللي هي جماهير كبيره وكذلك بالنسبه للجماهير الوداديه اللي كتساند الفريق ديالها آه ولكن لاحظنا طريقه تشجيع مختلفه على المقابلات ديال السوبر ليغ وديال ديال ديال تشامبيونز ليغ بالمقارنه مع البطوله المغربيه <applause> فكيفاش كتشوف الطريقه التشجيع اللي ربما اصبحت الجماهير كتنتشي بالغناء في بعض اللقاءات ولكن في اللقاءات ديال ديال السوبر ليغ وكذلك تشامبيونز ليغ كنشاهدوا جماهير اللي تضغط على اللاعبين مم. وعلى الجما آه. على الفرق آه. اللي جات ضيفه السي آه. بونافع لانه صارحة طرحتيها وكانت من بين الامور اللي اللي خلقت الفرق في الموسم الفارط وانا انا قلتها لانه مع تغيير الكابو ديال الفريق الوداد الرياضي لان ديال وين ديال التشجيع تنحمل المسؤوليه لانه انه اشعال الشهوب في, الم... في, في, كان ربما سببا كان توقيف مقابله سبب. مع الـ الـ انا مثلا نهزم لا, لا لا كابو لا كابو كيبقى انه الجمهور كما قلت يا سي بونافع انه كيلعب دور كبير في التشجيع خصوصا في عصبه الابطال وهذه مهمه لانه كيمارس الضغط الضغط كي على ده خصوصا هذوك دوخ حين, حين راه ماشي غير اثناء اللعب راه اثناء استكشاف ارضيه الملعب راه ملي كيدخل الحافله المركب يعني الصفير اللي كيكون مواكب للتشجيع رأى كي خصوصا انه هذاك آه غير هذاك الطبل ملي كيضرب راه اللاعبين راه كيعيشوا الرعب آه لا سيما انه هذاك آه يعني هذاك الهيجان وذاك يعني راه اللي كيكون في آه صراحه شحال من مره تحت لي فرصه اني نكون في ارضيه الملعب راه هذاك راه راه يومين وانت آه ودنيك ما ما يعني وبالتالي كيخلق التركيز الفرق اللي ضايفه كي كيجعل ان التركيز ديالهم يغيب كنتمنوا ان الرسالة ديال السي يوسف توصل الجماهير وأننا نديروا التشجيع كما كما يجب، ونبعدوا على على سي... بون، لأن نقدروا نحتفلوا، ولكن تكون مباراة احتفالية، من بعد أننا نديو السوبر ليغ أو الوداد البيضاوي يحرز على السوبر ليغ، نحتفل الجماهير كما اللي ت... كما بغات وبالطريقة اللي تعجبها، نهار الأربعاء غادي يكون اللقاء كما قلنا ديال الوداد مع إينينبا شكون كتوقع في التغييرات اللي غدا تكون على مستوى اللاعبين غنبداو من من حراسه المرمى انا كما قلتي استقرار على يوسف موطع كحارس الاظهار غيكونوا غالبا عطيه الله مع مع عملود مع انه كنطرح علامة استفهام على اللياقه البدنيه ديال هاد اللاعبين مع توالي المباريات والنداء اليوم المنتخب الوطني أه تيبقاو لاعبين كبار لاعبين عندهم واحد المنحنى تصاعدي خصوصا انه التوهج ديالهم كيعطيهم انهم حتى استقرار الاستقرار الذهني المناداة المنادات عليهم في, المنتخب الوطني كانت انها فالخير عليهم وخلات انه المستوى يرجع كما كان معهود عليه لانه عملود رجع المستوى اللي كنا كنعرفوه بالنسبه لعطيت نفس الشيء الاستقرار على حركات ابو الفتحة هما ثنائيه غتبقى أه نتمنى انها تبقى يعني مع أه يعني غيبقاو هما زعما بلا ما نغيرو يغيرهم رمزي نمشيو لوسط الميدان جبران وكيبقى الدراوي أه صراحة بغينا نشوفو حيمود ولو حناش ربما حناش هذا حيمود أه لأنه حيمود تعطاه رغم أنه تنطرح تساؤل على استقرار اللاعبين المغاربة علاش أه ما كيبقاوش في نفس الناس المستويات ديالهم خاصه السنه الفارطه أه كان مستوى هذا الشيء كيبقى, كيبقى انه لاعبين خصهم الكوتشين يعني يكونوا مونطال مونطال لانه صراحه لاعب يبقاو حاطين رجيهم للارض الغرور الغرور, 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 الغرور كيخرج كي على اللاعبين المغاربه قيمود أه لاعب كما كنقولوا باقي لاعب رائع لاعب كيعطيك حلول أه حناش كيبقى لاعب حتى هو في اللياقه البدنيه مع اللياقه البدنيه غيبقى لاعب حتى هو في المستوى نتمنى يرجعوا يعني التوهج ديالهم جميعا نتمنى انهم يرجعوا التوهج ديالهم جميعا وكما كنقولوا يقدموا الاداء المطلوب للفريق الفريق الوداد وكذلك في المنافسات الافريقيه أه قبل ما نختموا عطينا التوقعات ديالك شكون هما الفرق ربما اللي تتوقع انهم يدوزوا النصف نهائي نصف ديال يعني... السوبر ليغ هاد السنه و و غنكونوا نكونوا يعني كما غنقول لك موضوعيين ف وغنسجلوهم الى اخر في غنسج... الحلقة, غنسجل... الحلقة, لن... الحلقة المقبلة غنسجلوهم بان راه التوقع ديال السي يوسف هكيفاش؟ الحلقة المقبلة غنقولوا بانه فريق الوداد الرياضي غادي يكون متاهل وينافس الترجي غتكون ترجي غيسجل غي... غي ما كنظنش بان مازيمبي ممكن تخلق المفاجأة على الاراضي ما, ما نظنش بانه لانه الترجي غي 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 يعني بالند للند وغادي يلعبوا أه 100% ويعني ما كاينش غادي يلعبوا ربحه ولا 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 ذبحه <تضحك> غنقول غن غن بانه الترجي غينافس الوداد في النصف النهائي غنبقاو مع ماميلودي يعني غياكد النتيجه ديالو علو الكعب ديالو الكعب ديالو غيفوز نتمنى انه يفوز بهذوك الفوز ديالو ديال خمسه الأهلي. الاهلي نتمنى انه الاهلي والاهلي ومامينو دي سان داونز نمشيو الفينال ونحسوا في ربما اعطينا توقعاتك ديال الفينال لان كنتمنى انا <applause> كنتمنيت انه الفريق الوداد الرياضي يعني كفريق مغربي انه يكون حائز على الدوري الافريقي ويحيد العقده ديال ديال الترجي في النصف النهائي. دابا حنا ما حنا باقي ما وصلناش الترجي، نتمناو ان مازيمبي ك... <applause> ينافس ينافس الترجي، نتمناو ان كنشوفوا انه ينافس نفس حيت الى نازل نازل المازيمبي راه غيكونوا مازيمبي الوداد هو العقده ديالهم، دونك حنا نحافظوا على نحلوا العقده ديالنا امام الترجي ونرجعوا لواحد الكوب اللي ضاعت لنا ذاك العام امام الاهلي. <applause> كما كيقول السي يوسف المتمنيات دائما مشروعه نتمنى ان فريق الوداد البيضاوي يحقق المبتغى ولما لا اننا نشاهدوا تشاهدوا في النهائي ومن بعد النهائي ربما نقولوا بطل ديال السوبر ليغ لاول مره لهذه المنافسات هذه كلمه ختاميه اشنو كتقول الجماهير المغربيه بعد هذه الطفره سواء على مستوى الكروي الانديه تواجد نهضه بركان وكذلك الوداد في المنافسات الافريقيه، صحيح ان الزعيم كنا نتمنى ان يكون يعني والفتح من, من اجل مواصله المشوار وكذلك ان المغرب غادي يحتضن لاكوب دي موند ديال 2030 هذا العمل الجبار وكيفاش كتشوف هذه الصحوه والراي ديالك في الموضوع نعم انا صراحه عبد قلت انا كيبقى كاي مغربي حنا دائما تحت الري... يعني القياده الرشيده ديال صاحب الجلاله الملك محمد السادس نصره الله لانه يعني الرياضي الاول في المغرب ودائما يعني الرياضي اللي اعطى الرياضه حقها كما كنقولوا من منذ المناظره ديال ديال الصخيرات اللي كتبقى تاريخيه هي اللي خلات انه وضعت خارطة, الطريق خارطه الطريق خصوصا انه مع يعني القياده ديال كذلك ديال فوزي القجع يعني الرئيس المحنك للجامعه الملكيه يبقى التطور الكره المغربيه دائما وحنا في السياده ديال ديال الكره الافريقيه قبل كال... كاس العالم كاين كاس افريقيا يعني كاين كاين فرحه كاين المغاربه فرحانين كاين توجه ديال ديال حتى ال... تنشوف الاطفال كنشوف النساء كنشوف الفتيات يعني كل شيء فرحان انه كل شيء اصبح يحب المنتخب الوطني كاين واحد الطفره كاين واحد التوهج هذا الشيء خصو يبقى ومع توهج الانديه المغربيه ولكن ربما التوهج خصو يواكبو توهج اخر اعلامي توجه ديال جميع مننا. المكونات جميع المكونات كصحفيين صحفيين زعما صراحه كنتمنوا أت... اننا نخدموا وهذا موضوع ما خصنا نديروا له حلقه خاصه يوسف يكون معنا في التحليل ديال كاس العالم في 2030 من خلال <applause> بلاطو مرحبا مرحبا <تصفيق> <تصفيق> مرحبا ان شاء الله او ربما من خلال يعني ان شاء الله كنتمناو لي مسار موفق في المجال الاشتغال ديالو وخاصه انه اعلامي مخضرم وانسان اللي هو خلوق شكرا شكرا ونتمنى له التوفيق شكرا لك كذلك اخي بنافع كنتمنى لك التوفيق في القناه ديالك وفي البرنامج ديالك الرائع شكرا للمتتبعين اللي شاهدوا معنا هذه الحلقه ونتمنى ان نكون خفاف ضراف عليهم آه شكرا جزيلا الى هنا ناتي الى نهايه هذه الحلقه نستودعكم والى الحلقه المقبله ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله